تشكل الفعاليات التي ينظمها أسبوع المرور 2018 أحد أشكال الشراكة المجتمعية التي تعمل الإدارة العامة للمرور على تطبيقها ضمن المنظومة العمل بوزارة الداخلية. وفي هذا الإطار تعقد الملتقيات والمسابقات المرورية بما يسهم في تعزيز الثقافة المرورية وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية على الطريق. حياتك أمانة، قاعدة راسخة وركيزة عميقة تؤكد على مسيرة الإدارة العامة للمرور بوضع كافة الإمكانات وتذليل جميع العقبات لأسبوع مروري يعبر عن مجتمع واع بالأنظمة والقواعد المرورية. أسبوع المرور شكل انطلاقة جميلة لتوعية الجمهور من مقيمين ووافدين، خصوصا الشباب وفئة الأطفال، بأهمية السلامة على الطريق. لعل من الجميل أن نشوف جميع الجهات ودها تشارك في أسبوع المرور، على سبيل المثال مدارس وزارة التربية نشوفها دائما وكل سنة تحتفل بفعاليات موجودة في المدارس بأسبوع المرور، وترسخ عند الأطفال وعند الناشئة أهمية السلامة على الطريق والبعد عن السلوكيات الخاطئة. السنة الفعاليات راح تكون مميزة، ولعل الشراكة مع جهات تأتي بأكلها أهمها مع جامعة البحرين، تم إطلاق مجموعة من المسابقات يستفيد منها الشباب، وهذه ودنا أن احنا ندعم الشباب ونوجه طاقتهم إلى ما يفيد المجتمع البحريني. أنت وأحرار، لك الحرية في اختيار نوع السيارة، ولك الحرية في اختيار نوعية السيارة، لك الحرية في اختيار الطريق اللي يؤديك إلى هدفك وإلى المكان اللي تبي توصل له، ولكن هاي الحرية مقيدة أنها ما تتعدى على حرية وحقوق الآخرين. هذه الشوارع مثل شرايين الجسم، ولكن هذه الشرايين تتعطل حينما يقف في دونها الداء. هذا الداء هي السرعة، استعمالك النقال في الطريق، إذائك للناس، تجاوز الخاطئ. اعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أي سرعة زائدة فمعناتها أنها موت محقق. بل الله سبحانه وتعالى يصف عباده اللي هم المسلمين، يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فالهون والتأني والتؤدة دائما فيها السلامة وفي العجلة الندامة، لذلك اجعل دائما شعارك حياتي أمانة. حياتك أمانة، شعار أسبوع المرور الذي تتكاتف فيه الجهود والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بهدف نشر التوعية المرورية لمختلف شرائح المجتمع لتحقيق أقصى درجات السلامة المرورية من خلال تعاون كافة مستخدمي الطريق لتبقى حياتهم بالفعل أمانة. اللي تسوي إدارة المرور من فعاليات، من أنشطة، من برامج، وحتى من برامج توعوية، من منشورات، من ورقات وعية، كلها تصب في مصلحة الشعب. فأنا من أمشي في الشارع وأعرف أنه في نظام وفي مرور دائما يعني موجود، وفي سيارات دائما تحفظ الأمن، أشعر أنه أنا محمي، ونفس الوقت أشعر أنه هذا الشارع من حيث هذا النظام ومن حيث انتشار أو شيء يكون طيب جدا بالنسبة لي. أنا أعرف أنه وجود الالتزام، وجود الحرص، وجود الاهتمام من هذا يخلي الناس تلتزم. يعني هاي القوانين وهاي الأنظمة وهاي الفعاليات تزيد الوعي. طالب أو السائق بشكل عام من يكون عنده وعي عالي ووعي كافي من خلال هذه الفعاليات، من خلال هذه المبادرات، راح يصير نظامي أكثر وأكثر. أنا أشوف أن الفعاليات تناسبنا وايد، وأتمنى أن الشيء يستمر ليه يعني ما نحس أنه خلاص تأكدنا من أن نحاسب في الطريق ونحاسب من كل شيء. والشيء وايد وعانا الأشياء إحنا ما كنا نعرفها وما كنا نحط بالنا على أشياء في الطريق، وأنا أشوف أنه شيء وايد إيجابي وممتاز الصراحة. الحملات المرورية اللي تقدمها الإدارة العامة للمرور تزيد من وعي طلبة جامعة البحرين خاصة في السياقة، وتخليهم يعرفون شنو المخاطر اللي تسويها السياقة. فهاي الشيء أن عن طريق الحملات المرورية تخلي الطلبة يحاسبون في السياقة، تخليهم كثر ما يقدرون يكونوا متأنيين في السياقة. وأنا بعد بكلمك عن المجتمع، المجتمع يعني احنا لاحظنا من عقب التوعيه المروريه اللي طلعت من الاداره العامه ايش كثر قلت الحوادث وقلت الوفيات عندنا. ف يعني بوجهه نظري ان التوعيه اللي تقدمها الاداره وايد مفيده حق المجتمع وتزيد من وعيهم الثقافي المروري. استراتيجيه مختاره وخطط محكمه تقوم بها الاداره العامه للمرور جاهده لتسليط الضوء على ايصال رساله واضحه للمجتمعات بالدور الاساسي، وهو الحفاظ على ارواحهم والحرص على سلامتهم من مخاطر الطريق كونهم العنصر الأساسي لهذا المجتمع.